ولد النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل. نبي صلى الله عليه وسلم من نقم نات نقم نام فيل نام نبري. هذا العام أراد الكفار أن يهدموا بيت الله سبحانه وتعالى الحرام مكة، أن يهدموا الكعبة. نقم نام لو كفار ويجام قمطي حرام نمكة هنا يعني الكعبة لأنه تكرم مكة هنا نسلوا كفير جام قمطي جام خرجوا ومعهم الفيل حتى يخوفوا الناس، جيش عظيم ومعهم الفيل حتى يخوفوا الناس. وكيف أن تجمع دائمين دمرأي موجموي دمرأي موجموي موجموي تلو منو وكيف تجمع جموي نطاق هاي من دمرأي. أرسل الله سبحانه وتعالى على هذا الجيش أسراب من الطيور ترميهم بحجارة حتى فنى الجيش ولم يبقى منه أحد. نعم. الله سبحانه وتعالى طبعا بجون سبع سي دعوة بوان هاي من فرا دعوة نعم لو تمتما تظلم لك نلو قنو رحو تالكو تيبيني محن راي دعوة سرح نين نعم صلى. نعم. ولد عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين. نبي صلى الله عليه وسلم كان منكم نار نفنو نجان في شهر ربيع الأول. نوحي ربيع الأول. لكن تحديد اليوم هو 13 12 التاسع هذا لا يعرف. فقل تاي كم نبها ناي تي كن مان تي طاق تي كم باي تي لقموي تي لقبين تي تي من بان بان شبه نتي.